يمكن برغم قيمة وأهمية هذا التخصص الطبي وهو أمراض القلب، يمكن بعد الأحداث كمان اللي احنا بنعيشها وبنشوفها والشعب المصري بيعيشها كله معانا، أعتقد أنه يعني اكتسب أهمية أكبر، لأنه الحقيقة القلب بقى ضعيف جدا وخفيف جدا وفي توتر شديد جدا مما يحدث من أحداث. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ الدكتور سامح علام، استاذ امراض القلب، وهنستكمل معاه لقاءاتنا وهنشوف مع بعض اهميه الدعامات ودورها في علاج الشرايين التاجيه. اهلا بيك يا دكتور سامح معانا. اهلا بحضرتك يا نورنا. استاذه ماء، واهلا بالساده المشاهدين. دكتور سامح، ايه هي الدعامه الاول قبل ما نتكلم في دورها كعلاج؟ والله دي سؤال مهم جدا، لان دلوقتي ناس كتير يصحوا من النوم، فين صاحبنا ما جاش الشغل ليه؟ اصله راح عمل قسطره ودعامه. واحد اخويا ما جاش يزورني ليه؟ اصله راح يعمل قسطره ودعامه. من الظريف ان انا كانت عندي مريضه وبعدين بطلب منها، قلت لها بقى يا ست الكل، بقى انت دلوقتي وصلنا لمرحله من العلاج، العلاج الدوائي مش جايب لك نتيجه. أيوه. وعاوزين نعمل لك قسطره ودعامه. قالت لا 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 يا دكتور. لا ليه يا ستي؟ قالت لي اصل انا ما بحبش العمليات. فحبيت النهارده نوضح للناس، ما بقاش موضوع اختياري دلوقتي بحب او ما لا بحبش، وهو مش عمليه. يعني احنا عايزين نقول للناس ان عشان اعمل قسطره لمريض، انا كل اللي محتاجه ابره بنج موضعي في الفخذ، والمريض صاحي موضعي، هو صاحي، مريض صاحي وبتكلم معاه وبعمل له القسطره. نعم. وبعد ما الاقي حته ضيقه في الشريان بوسعها له بالبالونه، وبعدين نحط له فيها دعامه عشان ما ترجعش تقفل تاني. علاج جلطه القلب زي ما قلنا الاسبوع اللي فات، في بعض الناس يروحوا الرعايه المركزه فورا علشان ياخدوا علاج مذيب للجلطه. وده بيفتح الشريان في حوالي 65-70% من الناس. يفتح الشريان يعني ايه؟ يعني يذيب الجلطه حديثه التكون. لان في برضه مريض اتصل بيا يقول لي انا عندي جلطه بقالي 3 سنين. أيوة. وعاوزك تيجي تديني الدواء اللي بيداوبها. لا طب احنا شايفين العمليه مع حضرتك هنا، في عمليه بتجرى، العمليه اللي بتجرى قدامنا دي زي ما انتم شايفين، الدكتور واقف والمريض نايم، وبعدين بيداله ابره البنج الموضعي دلوقتي في في الفخذ. وبعدين بعد كده بيدخل الكانيولا الكبيره شويه. نعم. الكانيولا الكبيره بتدخل اهي، وخد نفس يا مريض وطلع نفس يا مريض، تحس ان بطن المريض طالعه ونازله. وبعدين تدخل بعد كده القسطره. عايزين نلاحظ سرعه حركه الايد في ادخال واخراج القسطره، لان دي بتعتمد على ان اللي بيركب القسطره دلوقتي بيحطها باصص على الكمبيوتر. دكتور سامح، هي اللي احنا شايفينه زي الانبوبه كده او السلك كده، هو دي القسطره؟ هي دي القسطره، دي القسطره، هي دي القسطره. قطرها لا يتعدى كام مليمتر كده. نعم. والاوبريتور او اللي بيعمل الحكايه دي واحنا بنعملها بيبقى عينينا موجوده على الشاشه دي. نعم. اللي مبينه بالظبط القسطره دي راحت فين. نعم. ودخلت فين. ووصلت لحد فين، وبدات الصبغه تتحقن دلوقتي. زي ما حضرتك شايفه كده في الشرايين. بنعرف من الحقن ده المكان الضيق فين والمكان الواسع فين. طب انا بس اتوقف في جزئيه دي، قسطره اللي احنا شايفينها دي قسطره تشخيصيه ولا هي لحد المرحله دي دلوقتي لسه. لحد دلوقتي دي مش قسطره تشخيصيه. أيوه. الهدف منها ان انا بحقن الصبغه جوه الشرايين. نعم. وصور الثلاث شرايين في زوايا مختلفه. علشان اعرف، اكتشفنا في العمليه دي مثلا ان في شريان مقفول او شريان ضيق. نعم. ايه اللي بيحصل؟ القسطره التشخيصيه بتخرج، وادي القسطره العلاجيه بدات تدخل اهي. نعم. القسطره هي من نفس المكان بنفس الطريقه، بس دي قطرها اكبر شويه عشان من خلالها نقدر ندخل البالونه. ونقدر ندخل الدعامه من خلال نفس القسطره. ونفس المكان بنفس المخدر الموضعي بنفس النتيجه من غير اي تغيير خالص، والمريض صاحي وبيتكلم وكل حاجه. طب انا عايزه برضو نعرف التوقيت، يعني هو بياخد حقنه مخدره في الفخذ زي ما قلت حضرتك. طب التوقيت بتاعت العمليه دي ما بين التشخيصيه والعلاجيه، توقيت قد ايه تقريبا؟ التشخيصيه والعلاجيه، في بعض الناس نعمل لهم قسطره تشخيصيه. نعم. ونقول لهم والله انت عندك نسبه 90% ضيق في الشريان. والقسطره دي يفضل ان احنا نعمل الدعامه في اسرع وقت ممكن. بالظبط. في بعض المرضى يدخل اللي جاي، وخاصه اللي اتكلمنا عنهم الاسبوع اللي فات واللي عندهم جلطه في القلب، يجي الاقي الشريان مقفول خالص. احنا لو الفيلم بقيه الفيلم ده تكمل هنشوف الشريان مقطوع خالص. مقطوع خالص يعني ايه؟ يعني مسدود تماما بحته جلطه. ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ واير بيدخل وبعدين يشفط الجلطه. الجلطه دي اول ما تتشفط يبدا يبان
اثر الشريان كده لما الدم يمشي فيه تدخل في البالونه وتدخل في الدعامه ويتعمل. حاله زي دي يجب الا تترك اطلاقا. دخل اوضه القسطره عشان يعمل قسطره تشخيصيه واظهرت جلطه حديثه بالشريان التاجي، ده ما يتنقلش من على السرير غير لما تتشفط الجلطه ويتفتح الشريان التاجي. طب انا عايز اسال بدو استاذ سامح، يعني هو الدعامه مرتبطه بالبالونه ولا ممكن مرتبطة بالبالونة؟ مرتبطة. هو برضو كويس حضرتك عشان في ناس تقول لك انا عملت بالونة وفي ناس تقول انا عملت دعامة، يعني يوم. عشان يبقى المرضى اللي هم مش عارفين يعرفوا، عايزينهم يعرفوا. احنا كل القصة انا عندي الضيق وصل لقطر صغير جدا جدا، لو جيت ادخل بالدعامة علشان احطها جوه مش هتدخل. يبقى بعمل ايه؟ بدخل بالبالونة انفخ البالونة مرة واتنين علشان اوسع الشريان بطريقه تسمح لي بادخال الدعامه بعد كده. وزي ما حضرتك شايفه ادي على الشاشه في النص الثاني اهو شريان مقفول خالص. أيوة. وبعدين الشريان المقفول ده بنعدي واير سلكي عشان يعدي في الشريان، وبعدين نلاقي بدات بعض قطرات الدم تبان. بعد كده تدخل بالونه، البالونه دي تتنفخ. وبعد ما تتنفخ البالونه بتسمح بمرور الدم بدأت يعني أثار. احنا شايفين اهو شريان اللي الصباع عليه ده شريان بدأ يبانت عليه آثار الدم معدية مع الصبغة اللي احنا بنحقنها دي بعد ما اتنفخت البالونة. بعد البالونة ما اتنفخت اتضح ان في ضيق شديد جدا في الشريان في المنطقة اللي عليها الإشارة دي. يجي بعد كده تدخل الدعامة. والدعامة دي وهي داخلة بتتنفخ وبتتنفخ ببالونة برضو. بعدين البالونة تتفضى وتطلع برة وتظل الدعامة جوه قطعة من الشريان ولا تتغير ولا تتبدل ولا تنتقل خالص. أنا بس عايزة أوقف بقى عند الدعامة. الدعامة طبعا. الدعامة دي هل جزء بيدخل جوه الشريان زي ما بتقول حضرتك؟ دوره إن هو ما يعودش الشريان مرة أخرى للضيق تاني؟ بالظبط كده. انا لو جيت عندي قطر لقطر معين انا نفخت البالونه بتتنفخ معايا، اول ما اسحب البالونه الاقي عمل كده تاني انفخ توسع كده تعمل كده تاني. فبحط الدعامه عشان ما ترجعش الشريان، ماده معدنيه علشان كل ما يجي عاوز ينقبض تاني ما ينقبضش ويظل الشريان مفتوح. يبقى الدعامه دي اسئله المرضى بقى. الدعامه دي اول ما اتحطت في مكانها لا يمكن ازالتها ولا يمكن تتحرك. ولو انا المريض يقول لي انا كحيت حسيت انها بتلق ما بيحصلش. انا نمت على جنب الشمال وكنت حاطط لي الدعامه في الناحيه الشمال بتوجعني، قلت له عمرها ما تحصل. طب حطيت لي الدعامه في الشريان اليمين انا على جنب اليمين نام زي ما انت عايز لا بتتحرك ولا بتتنقل ولا إحاءات. بس ولا يمكن إحاءات المرضى يعني هو لانه حاسين ان في جسم غريب موجود. طب احنا معانا ابتسام عايزه تسال حضرتك. الو ابتسام. الو الو في اتصال؟ طيب احنا مستنيين ابتسام تتصل بينا تاني. اتفضل. انواع الدعامات بقى وده سؤال كتير قوي قوي. الدكتور اللي بيركب دعامه زي اللي شفناها دي قطر الدعامه دي قد ايه؟ طولها قد ايه؟ نوعها قد ايه؟ طيب ابدا اقيس الطول من اي مكان لحد اي مكان بالزبط. والعمليه دي قرار صعب. صعب في ايه؟ محتاج خبره علشان ما اجيش انا احط دعامه اطول من اللازم اطول ولا اقصر او يعني اقصر أو من يعني. اللازم يبقى انا ما عالجتش صح. يبقى سبت مكان في حته ضيقه او عرضت لحته اخرى. لما اجي احط الدعامه دي انا بنفخ البالونه بمنفاخ مرقم وله قوه معينه. الشريان ده يتحمل ضغط قد ايه ولمده قد ايه وبتدرج قد ايه؟ دي برضو محتاجه خبره. اذا اجراء القسطره في حد ذاته المريض صاحي لا بنج كلي ولا خياطه ولا غرز ولا نقل دم ولا اي حاجه خالص. ثلث ساعه القسطره التشخيصيه تنتهي. 25 دقيقه 35 دقيقه 40 دقيقه يبقى الدعامه بتتحط والمريض بيخرج. 3 4 5 ساعات يستريح في المكان ويمشي على رجليه. اذا القصه كاجراء عشان الست اللي قالت انا ما بحبش العمليات لا دي مش عمليه اجراء ما فيش عمليه دي مش عمليه دي تعتبر اشعه يعني ايه متقدمه شويه بالكمبيوتر. بس الحكمه فيها وهي الخبره. الخبره يعني اي انواع الدعامات وطولها وقطرها ومقاسها والهين انسب للمريض. عايزه خبره دي عايزه ميزان. طب انا معايا فيفي من الو. ايوه الو مساء الخير. مساء النور. انا عايزه اكلم الدكتور. اهلا بيكي مدام فيفي.
أنسة فيفي. أنسة فيفي، أهلا بيك يا فيفي، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، أنا معايا أخويا عنده كهرباء زايدة في القلب. وبيشكي، بيقول عندي حرجان شديد وشقة في قلبي من ورا. سنه كم سنة؟ وغزب. إيه؟ سنه كم سنة؟ عنده 21 سنة. وغزة كده في زوره. كهربة القلب ديت، احنا كل القلب فيه كهربا، وكل قلوبنا كلنا بلا استثناء بتشتغل بجهاز كهربا. فقلب كل واحد مننا اللي سامعيننا واحنا بنتكلم، والمشاهدين وكل الناس، عشان القلب ده ينقبض وينبسط كده محتاج شرارة بطارية تولد قوة كهربية، والقوة الكهربية دي تنتشر في سلوك معينة عشان القلب ينقبض وينبسط. إذن قلب فيه كهرباء، كل قلوبنا بتشتغل بجهاز كهرباء. وفي حلقة هنخصصها للموضوع ده بعد كده إن شاء الله. قد يكون هناك اضطراب في نظم القلب بقى نتيجة خلل في الكهرباء دي. نوع الضربات دي إيه، أو نوع الخلل ده إيه، ومصدره جاي منين؟ هل هو في الأذين ولا في البطين ولا ضفيرة يمنى ولا ضفيرة يسرى؟ هل بينتج عنه إسراع ولا إبطاء ولا عدم انتظام؟ كل دي حاجات محتاجة إيه معنى الكهرباء عند أخوك إيه، والعلاج المناسب، لأن كل نوع من هذه الأنواع محتاج علاج خاص بيه، والنوع اللي بينفع فيه الكهرباء دي ما ينفعش في الكهرباء دي. فاعرضيه على أي دكتور قريب منكم ويشوفه، ويشوف رسم القلب بتاعه، وجايز يحتاج يعمله رسم قلب لمدة 24 ساعة ويقول لحضرتك الكهرباء إيه. طب دكتور سامي، هرجع للدعاء مرة تانية، وحضرتك قلت إنها بتحتاج لخبرة شديدة جدا عشان أحدد الطول والقصر حسب اللي هتوضع في الشريان. نمرة اتنين بتحتاج ايه تاني؟ بتحتاج تحديد يعني ده من جهة نفس الاطوال للدعامة. من حيث كتكنيك. نعم. من حيث كقرار، انا عندي بعض المرضى عنده شريانين او عنده ثلاثة. فيهم مشكلة. فيهم يعني مشكلة. يعني ثلاث شرايين فيهم مشكلة، او شريانين فيهم مشكلة. احط في ثلاثة دعامات ولا لا؟ المريض ده عنده امراض اخرى تمنع اجراء العملية الجراحية لتوصيل الشرايين. زي ايه دكتور؟ زي يعني ايه الامراض اللي اكتر حاجة الرئة. اكتر حاجة عمليات الانفيزيما وحساسية الرئة اللي بتصل الى انسداد في درجة التنفس. المرضى دول لما بيدخلوا اوضة العمليات عشان يعملوا قلب مفتوح وهم على جهاز التنفس الصناعي، بيبقى صعب او مستحيل نعرف نخرجهم من جهاز التنفس الصناعي. في الحالة دي ابقى انا قلقان، او الجراح يخاف يعمل له عملية. الحكمة تيجي هنا بقى، لما يكون مريض محتاج ثلاث شرايين، طيب احط له اعالج له الشريان الهون اهم، والهون الاخطر، والهون اللي هيحسسه بالراحه، والهون اللي هيقلل الالم بتاعته. طب اعمل واحد ولا اعمل اثنين ولا اعمل ثلاثه؟ ففي قرارات كثيره قوي. نوع الدعامه اللي السؤال اللي كل الناس بتسال فيه، في انا عاوز ذكيه وعاديه. أيوة. هي موضوع الذكيه ده لخبط الناس كلها دكتور سامي، لخبطت كل الناس. هو ما فيش ذكاء، وحاسه ان الذكيه حاجه والعاديه دي ملهاش لازمه. انا مش عارف اللفظ الذكيه جاء منين. ده معدن وده معدن لا يفكر. بس ما اعرفش الذكاء جاله منين. لكن على اي حال هو جاله ذكاء. كلام الدكاتره الدعامه هي ماده معدنيه بتدخل في الجسم وبننفخها وبنسيبها. في بعض الاحيان الجسم يتفاعل مع الدعامه ويكون اجسام عليها وتبدا تضيق بالتدرج لحد احيان تقفل خالص. ديت الدعامه اللي تم اختراعها اولا وبدانا نستخدمها في الاول. مرضى السكر كانوا اكثر عرضه لانسداد الدعامه دي. وكلما طول الدعامه كلما زاد احتمال انها تتقفل. كلما قل قطر الدعامه كلما زاد احتمال ان الجسم يتفاعل معاه ويقفلها. العلم لا يتوقف. طيب لما نيجي نعمل دي اللي كانت عمرها الافتراضي قد ايه يا دكتور؟ يعني كان في احنا بنسمع ان الدعامه ليها عمر افتراضي. والله اقول لحضرتك ولا ملهاش دعوه، هي ليها دعوه بالحاله نفسها، استجابه المريض. استجابة المريض. انا عندي مرضى بقالهم 15 سنه حاطين الدعامه دي، وبقيه الشرايين اللي كانت سليمه ايامها اتبهدلت كلها بتصلب الشرايين، ولم يعد جزء احسن من اللي فيه الدعامه ده. وفي برضه بتقفل خلال شهرين ثلاثه. فالاختراع العلمي جاء، طيب ما دام الجسم بيتفاعل مع الدعامه دي، ليه ما احطش عليها مواد دوائيه؟ هذا الدواء يثبت ويهبط تفاعل الجسم معاها، يقوم ما يكونش اجسام مضاده وما يقفلهاش وما يضيقهاش. وجدت ان النتائج بتاعه الدعامه اللي عليها الدواء دي المعالجه دوائيا احسن بكتير من الدعامه العاديه، خاصه في مرضى السكر.
فبدأنا نقول دلوقتي ان مرضى السكر عشان كده هم يمكن سموها ذكية يا دكتور، لان فيها يعني مواد دوائية فاهمة ان ده تفهم يعني تتعامل بالضبط جايز، لكن هي هو انا ده سؤال كل الناس بتسأله بالضبط. الدعانة الذكية هي نفس المادة اللي مصنوعة منها العادية بس أحطت عليه دواء هذا الدواء يمنع تفاعل الجسم معاها. لو قلت إن الدعامة العادية ركبتها لمئة عيان فأنا عندي احتمال 25 منهم يقفلوا. طب ده نسبة كبيرة برضه دكتور كبيرة. سام مرضى السكر عندي تلتهم يقفل لكن الدعامة الذكية أو المعالجة أو الدوائية أو المعالجة دوائيا لو ركبت 100 دعامة لمئة مريض فأنا عندي احتمال 2 3 4 5 ماكسيمم في المية انهم يقفلوا. طب معانا ابراهيم من طنطا نشوف كده تساؤلاته. مساء الخير استاذ ابراهيم، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ ابراهيم. بس اسال الدكتور والله دكتور سامح مع حضرتك، اتفضل يا فندم. اتفضل. بالنسبه للدكتور انا عندي والدي انه 70 سنه. ايوه ربنا يديله الصحه. الله يخليك الله يخليك. عنده كسور في الشريان الحاجي. ايوه هو كان قبل كده من فتره من حوالي مثلا 10 سنين كان جاله نزيف داخلي على المخ اتعالج منه والحمد لله ربنا شفاه الحمد لله. فدلوقتي دخل في موضوع القصور في الشريان التاجي ده وحصل فيه جلطه من مده حوالي 5 شهور. أيوة. ودي لمركز القلب اللي هو في مع مركز القلب اللي في المحله القديمه من غير من غير يعني اسماء بس مراكز. المهم الحمد لله فقالوا دلوقتي هو محتاج في دكاتره قالوا لنا عاوز قسطره استكشافيه عشان نعرف مكان المرض بالظبط. وفي دكتور قال لنا لا ما ينفعش لانه سن كبير والقسطره مش هتنفع قد ضرر مش هتنفع قد الضرر بتاعها فاحنا مش عارفين لحد دلوقتي. هو دلوقتي بيجي له تعب كتير يعني السن لوحده ليس عائق للأسطرة. بشكرك يا استاذ ابراهيم للتساؤل وهناخد برضو فتحي من بني سويف ونرد على الاثنين يا دكتور سامح. الو استاذ فتحي. الو ما فيش اتصال. طب اتفضل يا دكتور. السن ليس عائق في الأسطرة. نعم. في واحد سنه 70 سنه وبينزل وبيروح المحل بتاعه وبيشتغل، بيروح الغيط بتاعه وبيشتغل وعنده تجاره بيباشرها. وفي واحد عنده 50 سنة وقاعد مقعد. نعم. فالسن لوحده ليس عائق على الإطلاق. لكن مهم إن احنا نعرف لو كان السن ده يصحبه أمراض في الرئتين أو أمراض في الكليتين يبقى ساعتها نفكر قبل ما نعمل القسطرة. لأن الصبغة اللي احنا بنستعملها أثناء تصوير الشرايين التاجية بتؤثر بالسلب على الكليتين. ولو إن هناك أنواع حديثة من الصبغة دلوقتي لو في قصور بسيط في وظيفة الكليتين بنستخدم هذه الأنواع. يبقى السن ليس عائق على الإطلاق. إذا كان مش هعمل له قسطرة لأن سنه 70 سنة ده قرار مش صحيح. لكن لو في عوائق أخرى صحية تمنع إجراء القسطرة هو ده الكلام بقى. لا. طيب دكتور سامح يعني يمكن فاضل لي حوالي دقيقة كده مع حضرتك فعايزة بس آخر حاجة ممكن نتكلم فيها خاصة بالدعامة ونكمل برضو كلامنا على فكرة الأسبوع الجاي برضو عن الدعامات. أعتقد إحنا ما خلصناش كلامنا. لا ملحقناش. نمرة واحد بقى تلغرافات سريعة جدا. نعم. على أي مريض يعاني من آلام شديدة في الصدر توحي بحدوث جلطة في الشريان التاجي يبادر بالذهاب إلى المستشفى فورا. علاج جلطة الشريان التاجي بالدواء المذيب تفيد في 65% من الحالات. علاج جلطة الشريان التاجي في مستشفى يتوافر فيها إمكانيات قسطرة وتوافر فيها أطباء لديهم خبرة ناجحة وآمنة وبتفتح الشريان في ساعتها وبشوفه في ساعتها. أحسن علاج لجلطة القلب إنها ما تجيش أصلا. وعشان ما تجيش لازم أبطل التدخين وإلى الأبد. لو عندي سكر أهتم بعلاج السكر. لو عندي كوليسترول اخد علاج الكوليسترول بانتظام وما اثرش فيه. لو عندي ضغط اخد علاج الضغط على طول وما اثرش فيه. نعم. ولا اربط بين الضغط والصداع اطلاقا. لو عندي سمنه لازم اعمل قسط وافر من الرياضه الاسبوعيه علشان احافظ على شرايين القلب. كلما عالجنا جلطه القلب بسرعه كلما استفدنا بسرعه استفدنا اكتر. الدقائق بتفرق طبعا. والدقائق تعني العضله. وكلما تاخرنا في العلاج خسرنا كتير من العضله والنتائج بتاعتنا ما كانتش كويسه. هنكمل. والف سلامه على الساده المشاهدين وان شاء الله نكمل معاكم تاني تساؤلات لها علاقه بالدعامات
ده عماد شرايين التاجيه في الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا دكتور سامح علام، بشكر حضرتك، نشوفك ان شاء الله الاسبوع القادم. وطبعا اكيد لا ينتهي الكلام مع دكتور سامح علام، هنكمل كلامنا وليكم تساؤلات كثيره اكيد عن الدعامات وعن هذه العمليات الجراحيه، وما نقدرش نقول جراحيه، هي عمليات بسيطه جدا وما تزعجش على فكره اي من المرضى. قبل ما نروح للمطبخ هنشوف بسرعه هذا التقرير عن معرض للتصوير الفوتوغرافي.